أخفوا علينا خبر موتها ليومين كاملين حتى تحللت جثتها ورفضوا أن يسلموها لنا حتى نسدد بقية أجور المستشفى والتي تبلغ 1,300,000 دينار عن اليوم الواحد فقط، ثم أخذوا منا 7 ملايين. ويكمل والد الطفلة يقول: ما خلوا على حالنا حال، بعنا حتى البيت والذهب والسيارة وقطونا قطة من هاي الزينة. هذا ما قاله دو الطفلة لارين والتي توفيت بظروف غامضة في داخل مستشفى أهلي ببغداد. أشعلت حادثة موتها غضبا شعبيا عارما على منصات التواصل الاجتماعي. يا دكتور، وطفل عندنا قتل، طفل مات وما يتحمل. شادي هذا باع، هذا بالمستشفى الاهلي وكل اسانيده، هذا ابوه للطفله صار له يومين. هاي الطفله تعال شوف فيكم اياها. هاي الطفله صار لها يومين ميته وجايفه، وهاي المستشفى الدور الاهلي اليوم 1,300,000 سلتوا منا فلوس. يا ابو فلوس، هذا ابوها وهاي امها. تعي بابا، ايش فيها بنتك؟ احكي ايش فيها بنتك؟ احكي. هاي المستشفى الدور الاهلي، انا مو بلد تصوروا ايش فيها؟ قد هاي ذهبها فلوس سياراتهم باعوها عمي وسواقيتهم. هاي المستشفى الدور الاهلي بعد مسدودين، ما اعرف من يا اسناد يدي عيب غير قانون. وهاي المستشفى لا يخلي لا ضبط، ما خلينا مكان ما شدنا بيه، يجي شدها بفلوس كلها. هاي المستشفى الدور الاهلي بعد البنية صار لها يومين ميتة ويتعدى علينا. هذا الدكتور يكتب التاريخ غلط. اتهامات خطيرة وجهتها عائلة الطفلة إلى إدارة مستشفى دورة الأهلي التي لم تسكت عن هذه الاتهامات وعن كل ما أشيع ضدها في وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا. انتشر خبر مفاده أن وزارة الصحة أمرت بإغلاق المستشفى بسبب ما حصل، وهذا ما نفته إدارتها ببيان رسمي مؤكدة أن الطفلة وصلت إلى المستشفى شبه متوفية أو شبه متوفاة، وجرى إنقاذها وإعادتها إلى الحياة، لكن شاء القدر أن تموت في العناية المركزة. لنسمع لرواية المستشفى. يوم الأربعاء الساعة 3:30 عصرا تم استقبال طفلة تبلغ 7 أشهر من العمر، وكانت في حالة ازرقاق شديد وتوقف جهاز القلب وعدم استجابة لأي من الفعاليات الخارجية، وبالسرعة الممكنة تم إجراء الإنعاش الرئوي لهذه الطفلة بعمل مساج للقلب ووضع الكانيولة وإعطاء الأدوية المنقذة للقلب. وبعد أن تم إعطاء الأدوية والعلاجات الضرورية اللازمة للطفلة، تم إعادة عمل القلب بصورة منتظمة، وعاد لون الطفلة من اللون الأزرق إلى اللون الطبيعي، وأصبح لنا من الضروري وضع الطفل على جهاز إنعاش، وتم إخبار الأهل بذلك. بعد تبليغ ذوي المريضة بحاجة الطفلة إلى العناية المركزة، تم استقبال الطفلة في وحدة العناية المركزة مستشفى الدور الأهلي وربطها على جهاز التنفس الاصطناعي وأجهزة المراقبة في الفعاليات الحيوية. كانت الفعاليات الحيوية من 99% ونبضات القلب 100، وكانت درجة الحرارة 37. تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للطفلة وجميع العلاجات الاحتياطية والعلاجية للمريضة تم إعطائها للطفلة، لكن لكون الطفلة قبل قدومها إلى المستشفى كان الوقت جدا متأخر، تقريبا من نصف ساعة إلى تقريبا 3/4 ساعة متوقف القلب والطفلة منقطع عنها الأكسجين. هذا كفيل أن يحدث ضرر وتلف بالدماغ، وهذا كفيل أن تحدث مضاعفات. وتم تبليغ ذوي المريض بعد العلاجات الصحيحة والإجراءات المناسبة، توفت الطفلة في الساعة 11:45. تم استقبال الطفلة وإجراء اللازم، ولحد الآن لم يتم دفع أغلب الحساب، وتم التنازل عن أغلب الأجور من قبل المستشفى. الظاهر أن الذي أثار
ذوي الطفلة هي حالتها للطبابة العدلية، وهو إجراء قانوني وضمن تعليمات وزارة الصحة لمثل هذه الحالات، وبدأوا ذوي الطفلة بالتهجم على المستشفى وكادره. اتهامات متبادلة بين الطرفين، وكلاهما يزعم أن الحق معه. فما حدث مع الطفل لارين لا يعلم حقيقته لغاية الآن، أو لا يعلم حقيقته حتى الآن. فهل تكتم المستشفى حقا عن وفاتها لاستحصال أجور خدماتها كما تدعي عائلة الطفل لارين، أم أن موت الطفل جريمة وذوها افتعلوا هذه الضجة بعد تحويلها إلى الطب العدلي ولعدم منحهم شهادة وفاتها كما تقول المستشفى؟ على أي حال، وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات القضية تلك واتخاذ الإجراء اللازم. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت، نبدأها مع حيدر ناشي. يقول في تعليقه: حيدر، الرحمة والخلود للطفلة المتوفاة والصبر والسلوان لأهلها وذويها، ونتمنى من لجنة وزارة الصحة أن تعلن نتائج التحقيق ولا يتم التغافل عن هذه الجريمة بعد دفع المقسوم. تعليق من قيس القيسي: المستشفى أهم شيء يعدهم الفلوس، وكل واحد مراجعهم يعرف هالشي. وين وزير الصحة؟ ليش ما يتخذ إجراء بحق المستشفى؟ شنو يكتفي بالتحقيق؟ بابا عاقبهم وعزلها. تعليق من علاء: إكرام الميت دفنه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البشر بيدهم لعبة، صار لها يومين متوفية وما يقولون لها لها، بس بسبب الأجور يأخذون 1,300,000 بالليلة وباقين يقطون بأهل الطفلة وهي متوفية. تعليق من صباح: ما تدري منو الصادق ومنو الكاذب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما عندكم أي إنسانية بالعراق، ماكو قانون أو محاسبة لأي مستشفى أو صيدلية أو مضمد. باختصار، الفقير إلى الله. أحمد محمد يقول: الطب عندنا بلا إنسانية وتجارة مربحة إلا ما رحم ربي، وأهل المستشفى ما يأخذون أو ما يخافون الله، يتفقون وياك شكل وبعدين يقلبون عليك، حسبي الله ونعم الوكيل والله يرحم الطفلة. أم ميثم تقول في تعليقها: معقولة وصل بينا الحال طفلة تموت ما يدفنونها لأجل فلوس، ما يقبلون ينطوها شهادة مال وفاة، ولا عندهم ثلاجة، والمستشفيات الحكومية ما استقبلتها إلا بالمستشفى اللي كانت بيها.